شاذلي احنا احتفلنا بالسنه الجديده من قد ايه تقريبا؟ مفيش شهرين. شهرين صح، كنت هقول لك من سنتين. من شهرين. في ناس بقى لسه اصلا ما احتفلتش بالسنه الجديده، مين اللي ما احتفلش لسه بالسنه الجديده؟ وهي تقريبا يعني خلينا نقول قاره اسيا. ليه؟ لان هم بيعتمدوا في تقويمهم على التقويم القمري ليس التقويم الشمسي زينا. ف ضمن هذا التقويم القمري هم عندهم تقويم مختلف شويه شاذلي، يعني عندهم 12 شهر و353 ل355 يوم. السنه الكبيسه بقى في حوالي اسبوعين فرق. السنه الكبيسه بقى كمان 13 شهر و383 ل385 يوم. يعني مش عارف اتعامل معاهم خالص. ف يعني على هذا الاساس لسه بيحتفلوا دلوقتي ببدايه السنه الجديده اللي بتبدا دايما يعني عام التنين. فالمفروض ان دلوقتي في الحي الصيني بمدينه نيويورك احتفل الالاف بموكب السنه القمريه الجديده اللي بيسموه عام التنين، وتحديدا التنين الخشبي. عام التنين ما اعرفش عندهم تنين مجنح ولا لا، بس الفكره ان هم كمان ضمن هذه يعني الحضاره او الثقافه، انه احنا عارفين في 12 برج مثلا احنا حافظينهم الابراج. هم بتبقى الابراج عندهم ما بتبقاش حسب الاشهر، بتبقى حسب السنين، يعني حسب سنه مولدك بيبقى ده البرج، وعلى اساسه طبعا بيحدد بقى الحظوظ حسب المعتقدات الشخصيه بتبقى عامله ازاي. فعشان كده بيهتموا جدا بفكره السنين. على اي حال خلينا نروح نتابع مع حضراتكم في هذا التقرير. في الحي الصيني بمدينه نيويورك احتفل زي ما قلت لحضراتكم الالاف بهذا الموكب، موكب السنة القمرية الجديدة اللي بيسموه عام التنين. الموكب ده تقليد سنوي بيحتفل به العديد من المجتمعات الآسيوية في جميع أنحاء العالم. بتكون بقى في عروض مبهجة وألعاب نارية وطقوس ليها علاقة بالترحيب بالعام السنة القمرية الجديدة. خلينا نتابع التقرير ونرجع لحضراتكم. عاد موكب السنة القمرية الجديدة 26 إلى الحي الصيني بمدينة نيويورك، حيث احتفل الآلاف بعام التنين برقصات الأسد والتنين التقليدية والموسيقى النابضة بالحياة والمفرقعات النارية. موكب السنة القمرية هو تقليد سنوي يحتفل به العديد من المجتمعات الآسيوية في جميع أنحاء العالم بالعام القمري الجديد، وفي اللغة الصينية يعرف باسم تشونغي أو عيد الربيع، بينما تشمل الأسماء الأخرى للعام الجديد تيت الفيتنامي والسلال الكوري واللوسار التبتي. وشارك مئات المحتفلين بالعام القمري الجديد في عرض تقليدي انطلق بهذه المناسبة في الحي الصيني التاريخي بمدينة مانهاتن الأمريكية. وخرج المحتفلون إلى شوارع الحي الصيني للمشاركة في عرض مبهج على الرغم من درجات الحرارة الباردة التي تقترب من درجة التجمد. وتتركز الألعاب النارية والمسيرات وطقوس السنة القمرية الأخرى حول إزالة الحظ السيء والترحيب بالرخاء.